السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة وصفات وأفكار مليكة قزميري. اليوم إن شاء الله سنقترح عليكم طريقة تحضير باذنجان محشو بالكفتة أو اللحم مفروم اللي تيجي رائع. ودابا غادي ندوزو للمقادير والوصفة وفرجة ممتعة. وباش نحضروا الوصفة ديالنا اللي هي الباذنجان محشي بالكفتة أو اللحم مفروم اللي غادي نطيبوه في الفرن، غادي نحتاجو الباذنجان، 250 غرام كفتة أو اللحم مفروم، بصلة متوسطة مقطعة مكعبات، 3 من الطماطم، قليل من الزيتون حسب الرغبة، اللي ما بغاش يديرو ممكن أنه يستغني عليه، قزبور ومعدنوس وفص من الثوم. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاجو السكينجبير أو الزنجبيل، تحميرة أو البابريكا، سودانية أو الفلفل الحار، خرقوم بلدي أو الكركم، إبزار أو الفلفل الأسود، والكمون، قليل من الزيت النباتية والقليل من الملح. ودابا غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخدو الدنجال ديالنا، غادي نعملو فيه فتحة بهذا الشكل، كما تلاحظوا هذا هو الشكل ديالو. تنعملوه هكذا جميع القطع ديال الدنجال، غادي نديرو لهم نفس الطريقه. دابا غادي ندوزو نشحروا البصله ديالنا، غادي نوضعوا قليل من الزيت النباتيه، غادي نوضعوا البصله وندوزو نشحروا. دابا غادي نبداو نشحروا فيها حتى تتدبل وتطيب مزيان. في الوقت اللي البصله ديالنا تتشحر غادي ندوزو نقليو الدنجال ديالنا، غادي نوضعو القليل من الزيت. من بعد ما سخنات لينا الزيت غادي نوضعو الدنجال، ونسدو عليه حتى يتقلي لينا مزيان. من بعد ما طابت لينا البصله كما تلاحظوا دبلات، خدات هذا اللون البني، غادي نضيفو الكفتة أو اللحم المفروم، غادي نشحروه مع البصل، حنا تنشحرو في هاد العناصر يعني البصله واللحم المفروم. غادي نضيفو التوابل السودانيه، خرقوم، ابزار، تحميره او بابريكا، سكينجبير، والكمون. حاولوا انكم تكثروا من الكمون لان هاد الوصفه تتبغي الكمون بزاف. دابا غادي نضيف المعدنوس والقزبر والثومة، حنا تنستمرو في التحراك في التشحار. من بعد ما نتاجمو لينا العناصر غادي نضيفو الزيتون مقطع، والزيتون تيبقى حسب الرغبة، اللي بغى يضيفو اللي ما بغاش ممكن انه يستغني عليه. نستمر في التحريك حتى تطيب لينا الحشوه. دابا غادي نضيفوا الملح حسب الذوق. من بعد ما طاب لينا الدنجال كما تلاحظوا تيجي بهذا الشكل، دابا نطفيو عليه ونرجعوا. من بعد ما وجدنا الكفته ديالنا والدنجال ديالنا طاب، غادي ندوزو نستفو طماطم بهذا الشكل، دابا غادي نرش شويه ديال المعدنوس، قزبر معدنوس،
دابا غادي نعمرو الدنيجلة ديالنا كما تلاحظوا، تنفتحوهم من هنا تنعمروهم. عمرو بهذا الشكل، تنستمروا حتى تنكملوا الدنجال ديالنا كامل، راه تيجيو لذيذين الصراحه، تيستحقوا التجربه. دابا غادي نستفو الدنجال ديالنا في البلا، من بعد ما وجدنا الصينيه ديالنا غادي ندخلهم من الفرن يطيبوا على درجه حراره متوسطه، وغادي نشعلوا الفران غير من التحت باش تيطيبوا ونعاودوا نرجعوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كيف ما تلاحظوا جا رائع وتيكون لذيذ وصراحه تستحق التجربه، وتنتمنى انه يعجبكم، والى عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء والاقارب باش كلشي يستفد. والى وصفه مقبله باذن الله.